اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في الجزء الاخير من الحلقه. الحديث لا زال يتواصل مع الكابتن فهد الهريفي والكابتن محمد الدعيم. فهد، كثير ناس مرسل على تويتر وعلى فيسبوك يباركوا لك وفرحانين لك، وجمهورك كثير محب لك. احنا في برنامج كوره نحبك وانت تعرف هالموضوع، فبس اسال سؤال، تقبل هدايا انت ولا ما تقبل؟ والله ترى نسيتكم في البدايه، يعني حقيقه انتم سويتوا لي كليب حلو الحقيقه، واشكرك واشكر اسره البرنامج عليه. و يعني ما اكذب، كنا قاعدين يعني كلنا انا والعائله كنا مره مبسوطين صراحه فيه، فالف شكر لكم. اعتقد هذه اجمل هديه. تستاهل فهد، انت تستاهل، تستاهل كل الحب. نعم، تستاهل كل التقدير. عريس جماع كل الاحشام. شكلكم عرفتوا في صوت الحين. اقول شكلكم عودتوا انه على حبيبي. ها صوت الحين جاي حبيبي. بارك الله في عريس جماع كل الاحشام. بارك الله في عريس حبيبي. والله ترك جماع كل الاحشام. الله يسلمك. Yeah.
يا شباب صوت طالع على الهواء. اول شيء اسمح لي بس ترى والله العظيم اني انك فاجاتني فيه ورب الكعبه اني ما ادري عن هالموضوع الا الان يعني ما كان عند فاجاتني والله والف شكر والله انك فرحتني كثير تستاهل واتمنى شديد لي التوفيق ان شاء الله وتدعوني بالتوفيق عسى الله يوفقك الف مبروك الله يبارك فيك احنا نحبك وهذا من طيبكم ونعرف انه انت سويت حفله كذا عائلي وكذا بس احنا ما نسمح لك يعني لازم نفرح فيك وانت اخونا الكبير حبيبي وفرحك حبيبي. فرحنا وهذا من يعني من فريق برنامج كوره قالوا لازم نشارك فهد الفرحه وتستاهل ان شاء الله نشوف ان شاء الله سطاب الصغير يصير معنا هنا في البرنامج ان شاء الله شكر والله يعجز لساني عن شكركم على شكرك تستاهل موعدنا غدا ان شاء الله اقبالكم ان شاء الله 11 والنصف في امان الله في امان الله شكرا يا شباب شكرا شكرا يعطيكم العافيه شكرا لكم